بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكيل لبقوا اللباطني اللحات كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الصوم أو السيام بين قسو جري ورقنقي صدحات الشريعة النأح أما أفراد وكشاتين كاللقربوا. باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. حين صوم الرحلة يصون صوم كونه يا ركن من أركان الإسلام. حين صوت الماني تاريخ ذي لفرض يا مسلمين تلا صاري صوم ك صوم الديسة وأهيد سنة كلا بعد هجرة بشي شعبان. وحين صوم الرأي صوم ممكن نبي وصوم إني سجال هاي بعدما فرض سديت كميدا لباتني سجال كلهم مادين هل صون أو ها صدنا وبوحي. وحين صوم الرأي صوم ك فضائش يسا وحين قتل ماني. وحين صوم الرأي صوم كونه لا يسبب الوجوب ويلا بقى ها وصوم الرأي رؤيا إيو ترى لما استراء. وحن صوم الرشرائط صحة الصوم صوم كشروط وكوا صحو وأفره مك الله أورشوا. وحن صوم الري ركن جا أركان تقولي هاي صوم كأو أهل لبو لبو ركن كلية النية والإمساك عن المفطرات. وحن صوم الري سنن أولي هاي ونتلماني يو حيابة رخصية إن لا أفرون لسومين. وحان هايدين لبراروتيون هفاي صون كتعريف كيسا من حيث اللغة والاستلاح أما والشرع. صون كلغة الإمساك مطلقا بالليدا إن أفايسا شو أفايسا طوء وحبا آدان سامينين قولينا وحيكم مقعابان أما كتل ما الإمساك عن الفعل. الإمساك عن الفعل إن أدعونتو كأفايسا طوء أما عبتان أما قلمو أما حضل أما وحصمين يفل انتبه لغة. وحال إذا الصوم والصيام الإمساك مطلقا عن الأفعال والأقوال أي صوم لي لغة. وكي أرنجري روب بن العجاج خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. مركب فرده الحرين دقاقين أردين بحويل وخيل صيام أي ممسكة عن الجري والسير وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. إذن إني نذرت للرحمن صوما بفي التنزيل كيمت. إذن الصيام لغة والإمساك عن الأفعال والأقوال مطلقا مطلقا هذا هو الصوم لغة. أما شرعه فقد تصرف في هذا المفهوم مفهوم كان أساقه إمساقه شريعته ويكون تصرفتي بالنقصان وحبي كقويسي صوم كي عام وحكست الأورنجري شريعته صوم حكو إطلاق ذي الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقيد ساس أدبرت شريعته ويقيدي مركة. أما هل لي هذا بحثك أسوان نقلي نقلي با كجر وشرع عضو مفهوم كل لغوغها ويكجورت أمضى ويكررت أيوه مقع عصب إيه مفهوم عصب إيه هل بيق عصب بيسيس هل لي هذا. أما هل لي هذا النقلي متشري تصرف با تشراء في ألفاظ اللغة كتصرف أهل الاستلاح في موضوعات اللغة أو صوم كأتقانين إيه إمساق أها عن الأفعال والأقوال مبشر عضو وحيد تري مطلق الأفعال هي مطلق الأقوال لقى أفايسان ما هي صوم كشرعي وإن قفك مسلم وقبرك سئلا لبنضو كرد عيسو وكفك هذا عنتدى عبتانك قلمدى يوحي لها المال وإنهاس مركوا نقل هداترا أما تصرف آترا وتصرف بالنقصان أما هو نقل بالنقصان لبدا بحثبا كجرة أودقرن إيسان حق اللغة يقوليه قبي زيادون بالغود دوري وحبا شرعه كمان بدل المفهوم كي صومك وهل كاسد لما ريس. إذن شريعة مركب محكا ديكتي تعريف كادي الله سوى الله صومك حون نقضي وإمساك مخصوص إمساك مخصوص عن شيء مخصوص
في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. صوم كل غض شرعي وحوي وافيس شجوني او تلمامن حل جوني با الله فيسنيا وح جوني با لقع عاجي هاي وح جوني دا لقع عاجي هاي يحل جوني دا قدد خاص ايا لقع ربادت كوردر ما مركا وامساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة. إذن أما الصوم اللغوي هو الإمساك مطلقا عن الأفعال والأقوال. باب كان هذا الشيخ وكه الله يحيد كلو يدما ينبر شنو أحاديث بنيد الصوم لرؤية حديث ابن عمر عن أو عن سنة يا حديث ذنب وشوائد وقد كحديث أبي هريرة يوحي لها المال. علماء المسلمين توحكوا إجماعين صوم لرؤيته وحلو جدا ورؤية بعض المسلمين مسلمين تقيب كم ذا بشهادي أركان صوم كواين هياه وين هو واجب إياه نول بأركتي جون الله مرة به إن أنا نقول أركو أذون على أركتو هبل أركو جدا أركو جامع أركو على أركما وإن مسلمين تقيب كم ذا أي أركتو أي كفلا صوم كإنه إن هو واجب إن قبطو رؤية كل أحد غير معتبرة إجماع قفل بإسك وين وارك وهذه وذادها أركان بش أظن أظن أرك ليه ميسي ولي أنو إشك مرد فنن صنك إما هاي لقاعد جيسن ماي إجماع المسلمين وامعي صوم لرؤية أي ورؤية بعضكم بركين أرك تدي بائد كفلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أصوى صوما سي أصحاب تسمى دينه أم من قلب يعني من رمية كي دلفق مركز ونبع لو مئة ثمتين ها وأنه بشو حمان رقنا الشلي ما أنت عيد بمنوط هاي سود ما شاده إني لبن مالموت الشلي بان رقنا بمنوط نبو حوري من مسلم باتها أشهاد وأشهاد هاي إن الرسول إله مؤكته ها نبو حوري بلال مدى قارسي هلا أفرو وبعد الظهر قرح لي بعد عرفته نبي حكوا أفرين ولاد ريمية وكيمد بقول كيلومتر ميل كفك حابنا حاجة حلوة يومان بالوصع على ماشو كواركي مركو قبل كواركو نحي أصغو الشلق وكواركي بش لبان مع الموت لبان مع الموت قيديقة قابان ترتيب تأوى سديتا كيلومتر رقا جاكلين ايانا هين وبقول إلا باطن بقول أفرتم مكاد كاللينيس هنو ما إلا أن آد السعودي لبي طبان ساعدود سقاشن كيلومتر بامقوي وذا دمر خانو شيغان ويقد ديدين بار ري إيو قد عسبان أكرا ديل مدي أنو نينك إلا سعودي نيروي وچوغا حالي بانالي وحوق مخراطيقة شدا نين موطن إيو نين مقن بران استيد بودقان يا ويدي قد عسبيو هرقي إلا بارين وحسكو جرا رياف قابو يديا دين شيء هاي ودد التوبية هادي الله مرة ووح سقاشن كبدان تنقلوا عادي الله مرة بقول بيسقي سادي سكبدان نب إذن سيد دور ما نقطين تو حين كربائين مشو كي مد وداد كاس نبي حكوا أفرج أسوق الصومن أساق الصومي وقبل كسير دعائيو مسلمين تو حكوا أفريجي وداد رمية أركتيدي شلي أو بشاركي sidoo kale wuxuu ku soomay aragti ninka loo reemiyo ku soo xadiga ibn Umar baad garanaysa reemiduna bisha arag ayuu aragti kala ku soomay oo uu yiri hawshaasi taasa inagu filam ku ruuxa ashaad idan hadiid ka soomo li ru'yatihi wa aftu li ru'yati wa halujida ru'yatu ba'd al muslimin muslimin tabarkood inay arkaan ba inagu filan qasam ma inay wada aragno قسم ما مقاله هبلين لقى أركو ميل إنه ومركا مسلمين تجوجا أنه هو كل صون هاي أمام مخرات عدل الله جه لي أركتي أنا قفنا بحذي كلام مركا مطالع يها ولا قصة بسوي إنه قارن تونا باب لا تقدموا لا تتقدموا هكلاه رمرينا رمضان بشر رمضان بصوم يوم مال سونكي يا ولا يومين لبن مال مصون كوت بشر رمضان وصوص عطور دوكو هيسوكو كلا حيزة
شعبان لباتن يسديد دي سي لباتن يسغال كيسا هسومين بالوغور لباتن يسديد دي لباتن يسغال كي لباتن يتدبض متلا دو لباتن يسغال كل دماد كالليحدا صوم كان لديدين هاينا وروح مركا صون صناعة بلابي صون صناعة سادس كي جوكت شعبان وردن يوحات رمضان محاكدما لباب مالمود سدح بري هدان كسي وردقا يا باتن هدان كسي وردقا يا صناع مطلقة باد باللوضي أود ليه ذا هاي ونوسي ديار جروبي قاچدان لسي قبصني هرات كي أونك لما أقوله معايا وحيدا وعيسى حكمة التشريع معايا لشارع رمضان وحوك حري سومي ديسة إن لا أركو أصغر إن لا أركين هذا تيسون توحي كده جانت هاي نبي محمد ودين كي حد كي يسير هذا التوحي كم يشران بعدت كدرين سينس إيهام بأكتشرة إيهام إيهام النقد أو إبطال حكمة الشارع بكتيرة. شارع وحو حديي أو ينوم مدليي أو ينوم أستيي إن أنقصه أنه أركتدى بشه رمضان كنا أفرى أركتدى بشه شوال رمضان وكلاحة هاي هذا اللي ببركسيه ردكتو معناه ذو وحادثك موتين إيسا أما ذو صور إيسا أما ذو أكتهاي من كهر دعهاي كهر دقهاي شارعي سيري زي أستدي سكور دعاي صورة قد مقالك قد هما قاد بحسي وهما فولح شريعة حكمة دعوعهاي أدو قصد كذو وناقسني هاي وناقنا أجي هذا أيال الديدي هما قاية قبل كوريين عن قراد إسكا كان نبو حلو قرح مكي سدوب بودي سيان لتوكن مركي دعاي سانا يان لتوكن برطمه عركة مركي كتا قانت هاينا يان إلهي اللي أتوكن إلهي ها أتوكن مركي دعيس مركي سوب بوديس مركي برتما كتاعنتا هو إلهي بدو تكنيس وعباده خالص لله رب العالمين وحده لا شريك له لكن قوة قالا أو حاجة حلقة شيطان عابدة ومركي اللي بدو بالك هديقيسو أيه هو سجود شيطان مركي سوب بوديسنا شيطان هو سجود عابدة مركي هلك كتاعنتا جهنم على الشدا وحان الله شدي أهل النار إن لقوا قروه مركي برتما تاغنت اهو نار هاشبين كفغو مركي سو بوديسي مركي دعايسنا كواس الهي غيرك عبدي غالدا صلاهاد يسنو اي كانين هاشبين همتلين وانو الهي بنتو واسح الهي بنتو كنيس لكن ان انا اسكو صمد كان لا ديدن بعد اني هبل دميره انو دير عم فوفا تيمها نقول إسكسي أو محير ما إسنوع محير ما وحال الدنيا إن هذه قال أتكلم فقاتان قبل يموقال يهمك يمطول وحان إسكشبه أنا مشو هذا مركز رمضان مركز سوون قارن الله ببرسي كهر لعذو معنى هذا وحدنا الدرين سين أما ذو أكتاينين هي يرسلوك سن أستين تشارع كو أستي رمضان أركت ذا وكو أستي أما شعبان صدنا كذين يبحسن تاسي أن أدعين جوجيا لي وتاوي حكبت بادية نينك سوو تيسون سنة صوم يوم وفطر يوم بولها مثلا خميسي اسنين بسو سوم الجري مال بركي سنبا كو آدي أضي بارد عدوي آدي شعبان هو آدي كرن مين ندر باكو قبطي قضاو رمضان وكو قد منابط سوء انفريرتي او درين تان بشو قريم باكي قرسين يا الله بادي لقولها تاس مركة ويكب حيسا تشابهي اما كيسين تي اما موتين تان موتين يسي انا حكمة شارع حكم كسية تعليق يساءات كب يدي سنتال حكم بضم بالله شاك علة النهي لكن تاس او قرر وحكرا ودن نظر باكو جرا حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حول حدثنا وكيع عن علي مارك الهناء البصري عن يحيى بن أبي كثير الطائي البصري اليامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا لا تتقدموا تادكوا بات بكاقوا أن هكروا هرمرين هكروا هردعين رمضان رمضان بصوم يوم مال سونكي يولا يومي لبن مال موت سونكوت لبن مال موت وشعبانا أما مال شعبانا هكهر مريننا رمضان ومركا تكوحي دانو لك لقرانوايو فاصلكي أدحيي تيتكي أدحيي رمضانيو سنة دي
إلا رجل نقف مسلم موين كان يصوم صوما عادة أي رقم صلاة وصوم صوم الجري ومرك أكوب يقمي لبدي بريء قدام بيس شعبان فليصومها صومه حي إليه وشي خيره أصوم مرك إيهام كي إشكال كنا وكبت بعادة وهؤلاء يقانوه. وحدثناه يحيى بن بشر الحريري حدثنا معاوية يعني بن سلام الجمحي حدثنا المثنى محمد حدثنا أبو عامر عبد الملك أبو عامر العقد عبد الملك نكل أورنج روي حدثنا هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي حدثنا أيوب ابن أبي تميمة وحدثني زيد بن حرب أبو خيثم حدثنا حسين ابن محمد بن بهرام التميمي حدثنا شيبان يعني ابن عبد الرحمن كلهم جماعة أفرتأه معاوية هشام إيو أيوب يشيبان يشيبان أفرتا جماعة كلهم رمانتوا عن يحيى بن كثير الطائي اليامي بهذا الإسناد سنة كذا مر يسين بيكو كوريين وها يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه نحو حديث من حديث كي علي مارق الهناي بيوريين رقا جماعة نهي أمرك وكراهة وتحريم بالإسكوها إياه نهي قاس نبي ريبي وحاران إيو وكراهة الله إسكوها إياه حديث كي أصغو من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في السنن ابن حبان ورنجري إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا أهاصغو والإسكوها إياه سحديثة وحديث بأصغو حوران إياه سنة مطلقة لما ما أقلب بالشعبان هذي كالبرانتين هذا عرصت باللوض سيد كي وجهكتي شعبان شيء طبعاً كذي مرك اللي قاله بعد كأن فريرتي بع صنبان بالله بهاي ولا غير في عيا حديثك صورنا لي إنك استوي حديث منكر عند أكثر النقاد والأئمة الكبار لكن ترمذي من حبان يا جماعة حجية وهذا بين متأخرين أو تحسينيان مرك المهم هوش وين لقى فرصته خير حكومة يلا شروط توك هاي مربها دي شعبان أي حق أفرصته عادنا يسنكو أهان شيرين كقافة صنوينها مطلقة اسكده باب الشهر يكون 29 باب الشهر بشو يكون أي وحو نغضاء 29 بو نغضاء صدن بحو شرط ماها وأن صومرتنا حديث على مرتين باب كفلا حدثنا عبد بن حميد الحافظ صاحب المسند والتفسير أخبرنا عبد الرزاق بن همام السنعان أبو بكر أخبرنا معمر أبو عروة اليماني عن الزهري محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهر ومرسل حديث كان من مرسلات الزهري من مرسلات الزهري عن النبي ومرسل لكنه يأتي موصولا متصلا من طريق عكرمة ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن أم سلمة ابن دونة لك ومرسل أنت نرى مرسلة أنت دموا متصلة موصول زهري حيري مصلات زورنا محيط بدنا لك سوى متصل إيمان دونا أنا النبي عليه الصلاة والسلام أقسم ودارتي محقو دارتي ألا يدخل أنسان أقلين على أزواجي دمر كيسي شهرا مدبلة مدبل وكدارتي أنسان أقلين أتقين لا سيحانين أنسان أكبرون حاسسوا سكادغانين قال الزهري وحوري فأخبرني انت أمرك إرسالي وحوري فأخبرني عروة بن زبير بائي وتبيع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إني تلو يدي لما مضت مكي تكتي 29 ليلة لباطن يسقال هبين أما سقال لباطن من مكي تكتي أعدهن أن ترني ويترني سهبين كستي ترني حيسا النبي قبطي عليس كارتا عليس يقدر أن تدرت بيتبقى الشوحي لذاي ودر الرئيس ويدن أدب أتريس لما مضت 29 ليلة أعدهن قفل بإنتو كتعلي هيبو كتبا تأغو قفل بإنتو كربا أم كتعلي هيبو كتبا نينك ديلك كتبا وحبظن كوما هاي صاحبك لكرات هو يدن مركا نبيغا أيضا أتعلي أصغو نضتك أيضا أتعلي أعدهن يقول هذا أمنا عائشة دخل علي رسول الله لباتني السجال هبين ترين يا مركي دماتي دخل علي رسول الله رسول كلاه بايسو قال يجري صلى الله عليه وسلم قال وحيتري بدأ بي أنا يقول بالله بدأ بي ألقى وحلقة قاتي هذا سفرته حديث كلام الله كعادة
هبين دحي هوان كادو كاد الميس وقعايا سو نقط كادو ميش هدون تتكب اللابي مدادو تشعش هاي مدادو حيس بدن تاي ايادا كب اللو مركات سفري سيه بلاد كتكتي كمان نقون كرتيت هوان كو هوش حقو مالها وركوت فانتين بيلت تاي بدأ بهوش حساب تروي قوضي دولة عصوب أقاسي عصوب باللابان هيا ميشان ربانا كب اللابا هيا بدأ بي أنا يقول باللابته إذا عايش فقلت وحاني يا رسول رسول كلاها يو سو قليد دي إسو السلامة أنا يقول باللابا نبق مركو دارتي وكتكي درسد أولها كورك يدا قول يروكويا اللي بو نبق هبين كسي حالك سكتك أنا سلادي سمسات كانك آذي فقلت يا رسول الله إنك أذوق أقسمت وضارتي ما حصل دارت ألا تدخل علينا شهرا بل إن هذا النسوق قالين وإنك أذوقنا دخلت من 29 لباطن يسقال ما كي قشيب لما تيب تصوق شيء عدهن أن ترني وأنا نقفين وأنا نسيرين فقال النبي حوري إن شهر 29 يا كوري بشو وصدر عايشوي بشو وصدر يا كويري بشو لباطن يسقال بنغن قرت لبا معنا مركة كتشيرو لبعض معنا وحوي مدوى قاعدة أصولية وحديث كان يا حديث لم بدأ يا دلهم بدو ما أقول إنسان شيء هدي الله إطلاقه أضحكم كحده شيء أنت أُير بالله وحن باره مثلا وحاتي بل إن أنا كلها اللي نبى إلهي يقول أقياي نبى تقدر أعطينا هذا بل هاللي مسود بري بالله قديك مثل لبعضني يا سقال وده دو كه الله وشايدا أن الاسم إذا علق به حكم هي يكتفى بأقل ما يقع عليه الاسم على القاعدة الأصولية أن الاسم إذا علق به حكم ما قعب وحلق حري حكم إذن وحلق كافتومي بأقل ما يقع عليه الاسم بالوحل ليده ما أقول يرى لباطني السقاة نبو حوله عايشه محاني ذكر دارته إن أنا بالإدين سو جلين بالمحاوير لباتني سجاله بين الدوائر لما تم حكامه قال غير كذا دقو وركوت فانتين بيلت هذه القاعدة الأصولية حديث كنا سيدا وكو ظاهر بكويا وحكوا له دعي كرته بالوحي النبي كو قال وليه بشان لباتني سجال بيقول دمانيس لباتني سجالنا ويا دمات لأن حديثك عدين دون حلو ونبقى أسوه قليو حتى إذا كان مساء 30 دخل علي رويد أحمد ما كان لباطن يستقال كلما طيو هبين كي صدنات قبل كي صدعها لباطن يستقال كي ما كان قبل كي صدعها هبين كي صدعنا واصدن بحيه لما طي واقل لباطن وابري ما نكون أبو نبقى كم مغنى عصر قابا وعلى ما كده على هذي كده محن قري صدّن أيونا بقولهلك سوقله إذا وين دماغي لباتن يسقال وارد دماغه أنا الاسم إذا علق بحكم يكتفى بأقل ما يقع عليه الاسم نباتي ولا ما أنت هبلو حولهم كسيين أيه كل شيء نباتي صح حولهم ما بكون ما كده جزني حولهم كسيين هي باتي لعك بان كسيين أيه لعك بقول سنين بدو ديب تدو حنا قم حلله وهذا خلدن تعلي بقول سنين العقمة هاي مسمى هذا أنا وحن سوا هي مليون بنسوا هي بقولكم بنسوا هي تاسو هذا هول هذا هو لكن من حيث الحكم الفقهي وحكم فلان أقل ما يقع عليه اسمه الثمن أو الفلوس بيسوي حوير بحكم فلان من إسفان إذن إنه نبي بالوحي كوجا ذي يئن على هذه القاعدة نبي وكدوا لي وبالبرتن كده بعض الدارت وهاي لباتين سقال ما بعض ترسانيس بالبرتن كده بعض الدارت وعلى مثلا لباتين سقال ما بعض كبو فلان هذي بالله وهايدنا حتى إذا بشه الصعوبة أنت كده ما نيس حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث بن سعد حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له لقتيبة وحدثنا ليث بن عن أبي الزبير المهم محمد إيو قتيبة كلاهما يروي عن ليث بن سعد الفهمي إمام أهل مصر عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس المكي عن جابن عبد الله الأنصاري أنه قال وحولي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل كي كدر راضي بواصوبنه نساء الدمر كيسي شهرا بلبو كدر راضي
حديث ابن ماجه سببك عديي أهل التفسير نوي الشيغانو دمرك النبي أي حقوق أرن الدنيا يبيل بالنبي آد أقول لي بينه يكهل لينه يكدو دينه بركا صوفش النبي كعروضي كبي دي دقابك أي وقه الله هيا الدنيا يدقال وقه الله هيا من النبي قلت بسادة مركا سجودي إلهي بان كل أرتين أنا بلقتين مرينين إلهي مركا توسك أهماءها وميت كحنا مدى معينة كحناه فخرج إلينا النبي وحنو صبحي في 29 أي في تمام 29 لباتين يستقل مركا قدماتي يكسو الدقي قل كروا النبي صار راف قل له وحنو كنري إنما اليوم 29 ما أنت ولباتين يستقل دمات كدوي فقال إنما الشهر بشو وحاول لواتين سوى صفقة نبي وحسكوا رباحي بيديه ثلاث مرات صدح جربه وحسكوا فطي وحبس إسبعا فربوا لابي واحدة أوكلية في الآخرة سكوا فشد قدام بيسيب وفر لابي وصول كأه أما فرك لأه يعني لواتين سقال ويبشبوا نبي وكوضا الإشارة المفهمة إشارة وحفانسين يسير لفهمي كرو إن أحكام طلقا قاتو ولقو فطوان كرو وقضوه كحراني هاي يبخاري حديث كم أدلي شدائي غير كيبا وأنا صح حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر الثقفي قال حدثنا حجاج بن محمد المسيس الأعور قال وحلو وذات كاس قال ابن جريج وأثبت الناس في ابن جريج بل إلى هذا أسأل ابن جريجنا أثبت الناس في عطاء أيال غشيغا قال ابن جريج وحلو أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر مرك ابن جريج وهو متابعين إياه وذات كيوريها ليث بن سعد أنه سمع من جابر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول اعتزل النبي نبي كف هذين النساء ودمر كيس شهر مدبلة فخرج إلينا ونوصه بحي صباح 29 هوشا وكف هذا الرهيري ورم بعد صحابه وكف هذا جابر أودك هيا وأزيق حتى لا تركض نبي قاعد وكير هذا أركتيس فخرج إلينا ونوصه بحي صباح 29 وتصرف من الرواة ومساء 29 بصوابه صباح هذا سوى وحاول يوم وتصرف قلنا التأويل كلي قلنا هيا فخرج إلينا صباح 29 حاول مالك وكبر لها مالك وكبر لها مالك صدناده قال أرورتي لباتن السقالات معناها سيدك أولا قلنا لك حاول وخطأ مساء 29 يا صحة فقال بعض القوم وحيدا يا رسول الله إنما أصبحنا إلى 29 حنكوا برسنا ما أنت النوطة هاي لباتني السقال فقال النبي نبي حرس صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 بشو لباتني السقال وان نقوتا ثم طبق النبي نبي حرس كدب ولي بيديه يعني سبرا كيسنا ثلاثا صدح شير مرتين لبقر بأصابع يديه كلها لبقر قعمها لبقر قعم الفروه بحرس كقبط أو سدا سدا سنبي قيري والثالثة مثل صدحانا بتسع منها سقال كمدو اسكو دبولا انتو سول كان لابي اما فرق لابي ايو نبي سيدايد سي لباتين سقال كوكوتوس حدثني هارون عبد الله بن مروان البغدادي الحمال ابو موسى الحمال حدثنا حجاج بن محمد المسيسي قال قال ابن جريج اخبرني يحيى ابن عبد الله بن محمد بن صيف ان عكريمة بن عبد الرحمن حديث مرسل كاي زهري هل كان له وصلنا اياه هل كان مسلم كو وصل لي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره وحوشيك أردقي سيحيا أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أخبره وحوشيك أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ودارت النبي ودارتي ألا يدخل أنس الأقر على بعض أهله أهل كيسيب بركوت شهرا أهل كيسيب بركوت يعني ينظمر كيب بركوت النبي ودارتي أي يا رواية كم وقت سواء كنوا حلوجد على بعض أهله أهل بيتك ربنا هاشم يحاسس كبا أهل كسوة القلي هذا لك وحلو جدا بعضه وأزواجه أزواجه دمر كيسي فلما مضى مركو التقي 29 يوما سقال الله باطن ما المضمكة التقتي غدا عليهم وقصوك الله أو راحة أم وقصو عرابي راحة دا صحة راحة دا دنباء صحة رواية أحمد بعضيسي حتى إذا كان مساء 30 دخل علي هبينك صدنا قلبك كهري مركي النبي وجهه وصور له المضي نبي فقيل له حلقو يري حلفت يا نبي الله نبي له ودارته وحد كدارته الا تدخل علينا شهر بلنا نوع من صدن برين لما قارن ولي
قال نبحو إن الشهر يكون 29 يوما بشو اللباطن يسغال بين نقطاي صدن كاتسك بغاتي ستين وتسك أستي ستين محيطاي. حدثنا إسان إبراهيم وهذا من رحمته ولطفه ورقته رقته ومعايا إلي مدد ير انت اصاب عليس مسلمين يدمر كو اهيده ان ما انك لو سي درو بشا مش قدن بيسان كو خرهايا هوانك وان لو لكوليه نبي محمد ولها ما يقان شغل لكم لا حقوق ير اللي يرغوي عرضانا وادبن وي ولا ادبن هيا رغب بقو دبيه ما عاد كشيغي سحو يرو 20 يدور برو حقوق لو دتي رغب بود انت كل خف بخيا دنا حداريه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم صانع يرهر كذا كذا قدانه أخبار روح من عباد من عباد القيسي. وحدثنا محمد المثنى حدثنا الضحاك ابن مخلد يعني أبا عاصم النبيل ضحاك ابن مخلد الشيباني أبو عاصم النبيل جميعا سوى ذلك والروح يدي أبو عاصم وهي عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله مثل حديث حجاج بن محمد بيكور يوم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بشر العبد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد الأحمص البجلي حدثني محمد بن سعد بن وقاص الزهري عن سعد وأبيه هذا سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال حول سحابك ضرب رسول الله رسول الله بارفتو قراعي صلى الله عليه وسلم بيده قعنتي سبرك عالوخة تيكر وقل رفتي فقال وحون يلي مركم مثالين لي أشهر وهكذا وهكذا بشو طبني وطبر واللباتنا وهي ثم نقص وحور من في الثالثة رفشد الله صدحا إسبع عن فرب الله بي وصغال بكرده بشي مركة الله وطنية صغال بي نقون إساو. وحدثني القاسم بن زكريا بن دينار القرشي حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائد بن قدامة الثقفي عن إسماعيل ابن أبي خالد الأحمس هذا ثم رئيسين عن محمد بن سعد عن أبيه سعد بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشار وهكذا 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 عشرا وعشرا وتسعا مرة بشو وحاول يطبان يطبان يسقال أيوم مر نقضا وهل مر بوسيدا نبو الشيغي والله بقر أمسو كعلن لو بقر أمسو كعلن هل مر بوسيدا سرع يو بشو وطبان يطبان يطبان يوحوري يسيداوي وسقال كأ. وحدثني وحاكل عدك إيتبي محمد بن عبد الله ابن قهزادة المروزي قهزادة المروزي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان المروزي المروزيان قال وحدنا لبدا وداد أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي أخبرنا إسماعيل بن خالد الأحمسي في هذا الإسناد بمعنى حديثيهما لبدا وداد هو حديث كودة وكالي أي مركة أصونا تبيي ودادكم. باب بيان أن يعني حديث كاسي حديث رسول الله إمامك حكوا عضينا يا بشو صدم بحلا إسكما أستيسي لباتني سقال ببشو نغون كرتا رمضان لباتني سقال ببدن يهي سأقادوا. باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم الدعوة عام من الدليل وأنا قدح معروفة قدح معروف في الأصول قوادح الأدلة والأقيس مكة لما رأى إن واحد شيغان يسوي وحال الربا واحد شيغان يسوي يدليل كي حجداد وإن إصدبولا أما حجد يقذب بالعرنت دليل كأنه عم يهوال الأقلية الدليل عم وإنه النقضة أما دليل كي إيو دعوذات يو واحد شيغان إصدبولا إسليقين توتك إسكويهين يا إنه الدليل كعامسان يهيو وحاد شيغان يسؤوية فرد إيو جزء كميدة من أفراد الأدلة الدليل لكن هذه وحاد شيغان يسؤو يا وحاد كدعوون يا مذهب كادو وقذب بلاري يهي دليل كالدليشن أو كوبين يو كخاصان يهي وحال هذا مصعون اسمه الدبولة هيا اسمه الدبولة هيا دليل كنا ما عامسانو حاجة هذه مهز قليس دليل كعموم كيسة اسم الله هو الدعوة عم من الدليل هنا حديث كي كين الدونان يا باب كي أبابا يستين ترمذي ينوي رجل متك اسم الله باب بيان عدين ببال عدي أن لكل بلد بلد كستوحى وأهالي رؤية أركتذ بشهر رمضان وأنهم أهل بلدك إذا رأوا الهلال هذا بشهر كان
ببلد يكو أركان لا يثبت حكمه حكم كأركتدا بلد كاسي سكنان ميسو لما بعد عنه من البلاد أنك أركتدين وضمها إن يقفق يما قالوا إن يقفق أركتدين ما خصيصو بلد والبنى أركتدين قنو لي يا هاي إن لا عد يأدي الذي سيدين الله ما هاي أنك إذن هذا. حدثنا يحيى مركا الدعوة أعم من الدليل مركا حديثك آخر ننبات فهم الدونتان وحن كود. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب المقابر وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر بن ياس السعدي وقرن إيسان والحديث في جزئه حديث كان جزء سخاص كي حديث علي بن حجر مطبوع هذا مطبوع إلى هذا الله بعين يكجر صدح بقول طبني سقال بتكفيرين كرتان بنفس السند واللفظ. قال وحي لوداد كان يحيى ابن يحيى أخبرنا وقال آخرون وداديك لا صدح وحيد هذين حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر محمد بن جعفر ولا الكيوي إسماعيل بن جعفر إمام ابن كثير الزرق الأنساري عن محمد وابن أبي حرملة القرشي عن كريب ابن أبي مسلم مولى ابن عباس مولى اللباب من فضل الوالي هذا وريب بن هاشم مولوها أن أم الفضل أم الفضل ابن عباس ويدي ويه بنت الحارث أهيت لبابا مقعد الليل هذا بعثته كريب درتي أم الفضل كريب درتي إلى معاوية بالشام معاوية بن أبي سفيان ومركة الشام جوا أمير كاء مسلمين تنا أميروا أي أدرتي دم أي كلاهيت بأقدرته هوشا معاوية أشك يجنا سوق بهوشا سيكتري قال وحول ولادك كريب أها فقدمت الشام مدينة كتجو شام بن أرو دمشق أنتجي فقضيت حاجتها دنتي ذي بن سوق جدي دنتي إدرتي أم الفضي بن سوق قبته معاوية قص وقبتي وسهل علي رمضان رمضان بعض الشيء اللي قلت بليه وكل شيء وأنا بالشام أنا شام توجع فرأيت الهلال بش رمضان بن أركي ليلة الجمعة بين جمعان أرنيبون أنا ونا أركي ثم قدمت المدينة مدينة سوق لو أنصو صفري بالبلوص المدينية مشامي في آخر الشهر بش رمضان كده مدينة سوق لي جمع ما هبين جمعة بان بش رمضان أنا شام جوجا أركي وأنصو صفري مدينة نمت رمضان وطبيعة قوة جب جبع فسأل ابن عبد الله بن عباس باي ويدي وحي ويدي عن أحوال المسلمين هوري مسلمين تكورا شهر شام سيئة هاي مدحويني بالكور ووريست ثم ذكر الهلال هذا نوع من عباس وحوشي بشر رمضان الله شديد بالكور بشر نظر ما يدين لات قور ما يدين بلاتي رمضان يدين بشر فقال الوحول متى رأيتم الهلال بشر رمضان قور ما أركتين فقلت وحي رأيناه ليلة الجمعة هبينك الجمعة هيد بانو أرقني فقال ابن عباس عودي حتك الإسكاد داية أنت رأيته ما أديك كريبا أركي هبينك الجمعة بش رمضان فقلت نعم هابا يدي بنا أركي إنها ساري ورآه الناس أدكنا واركي كل جيبا ما وصام وين صم وصام معاوي معاون واصم أميركي أنو واركي ومدن واركتي مدحوين واصم وارر صمي فقال وحر بن عباس لكنها سيشاء النقو رأيناه ليلة السبت النقو هدان ريم بدين النهاي هبينك السبت دان أرقنا رمضان إذا قم حقا رقتين هبينك الجمعة ذها هبين بندقه الرئيس فلا نزول نصوم صون دين منه كزول من نصوم منه يعني صون كهاري منه حتى نكمل 30 إلى صدم بحنه أو حتى نراه أما أنه أرقنا بوري إلى أن أرقنا بشي شوالي عيد أما صدنك رمضان بوحنه كده قاقمين كريب مركواي يا بي حولي فقلت حانا أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه موادا كوكا فتومين ويسمكو كوكو في الليل أرقتدا معاوية إيو سونكيس أولا تكتفي موادا كوكا فتومين إنكو ديقين برؤية معاوية وصيامه معاوية مدحوينها يسوم كسوم مدوى الله صنطي ميوسن كوكو في الليل فقال ابن عباس حول الله نقوم في الله هكذا أمان رسول الله سداسو نبي إله النفري سداسو نبي إله النفري وشك يحيى بن يحيى وحكوشك يأسوق من لبدو ولادك لا يسن كشكين يحيى بن أيوب وقطيبي بن حجر صدح لولادك لا يسن كشكين في أن اكتفي أو تكتفي أو لا تكتفي
iyo awala naktafi waa laba kaliye ma weyna inagu filayn miisan kugu filayn waa laba kalata labadaas ku ahaabo ku shikeey wal hadith akhrajahu al jamaa'a ila al bukhariya wa ibn majah muslim iyo abu daud iyo nasa'i iyo tirmidhi ba soo saaray ahmad ya ahmad hadith kan marka waa u jeedaan maxaa ku jira حديث كورتا ومجمل حقي مجمل كي قيبت الضمب هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلو النبي كيري بلد والبا أركتي ساقو أفر الله مهي ولا حديث واحد ولو كان ضعيفا ولو كان ضعيفا حديث حتى النبي قرآن يقول قيك ساقو أفر هنا قصو من أركتي دودا oo reemka shaqul kumala reemadiin reemadiin shaqul kumala reesham lama hayo mar hadaan lahaynin ibn abbasna uusan haynin wala sahabika la uusan haynin hakada ama rasuulullah uu ibn abbas samhu aha asaga kamida ibn abbas raga wariya sumu li ru'yatihi wa aftir li ru'yatihi muslimin ta ku ijmaacday in مسلمين تأركتوا وقاركوا نقول فلان تيبون ابن عباس كم بديه مسلمين تحكم بديه ابن عباس قبة وحين نقول فلان مسلمين تأركتوا يعني نقول فلان مسلمين تبر كم بده قيب كم بده هذي أركوا نقول فلان تيبون كشرة بلاد إلا قيبي ولا بلد كأركتي سو ككلكم ما في له نعم محمد كمصون ابن عباس نمورين حجيبه مركين وحول ابن عباس حجيبه وحولي إجمال قصو كشرة ومشكل صادرت بأحمد حديث كان لو أبو داود بودي في مسائله لحبق الطمئن لحكة فيرية لحبق الطمئن يتضب أحمد بو حال ليلي ألا تذهب إلى حديث كريب عن أم الفضل حديث كبير لسيدة يحول لا لا أذهب إليه لا أذهب إليه إذا استبان لهم أنهم رأوه في بلدة قبل اليوم الذي صاموا قضي ذلك اليوم بوري أحمد حديث كم حيل لما أذكر محوى مجمل شروط الدليل كل حجسنا محاكم ده صدح شرطي أفر بالوش الدليل كالنقل جاء دليل كالنقل جاء مركز سمعك حجسنا يسو أفر شرطي بالغاربة وذاده إنه السجية هاي الثبوت ومركز القرآن دليل شيء كالا شرطي قال لك أمر القرآن كان مسجية ذات جلاله وأستم بلغا حريقي ما لقى من باقلي شادي قال لقى من ربا أحاديث لكن وحالقى ربا إنه سوغين هاي وحاقلوا شرط إنه محكم يوم منسوخ هاي دليل كان نقل إلى نص وقال أدلة سمعية ذا وأنه محكم يا هاي الثبوت والإتقان أو الإحكام شرط صدحا ظهور الدلالة ظهور الدلالة وإن دلالة ديس يتصد تصحي واحد أتشي داي عدها ديلك الدليشان يسو ماشا أتشي ديس يا واحد لله وكتصحي يحج أيهاي يا آياتنا إي دليلة حديث كان إي دليلة وحاث شاقان يسيو حديث كي دليلك وإن إسليين وكتصحي قضب كأفراننا عدم المعارض المقاوم معارض لمدة أما كحق وإنو سنشرين دليل كان مرك حديث هو سوء من حيث السند منسوخ رماها ها لكن وحاجة الله بشر طبعا ماشى كم قن معارض نوابك وهذا يتم هوشو أن ريم مدينة أركتنا أنا بس أنا كوف كوفرو نبي كنا فراي أحد النبي حد بديديس النبي كوفر هيكون سوء ما هي ريمي لو ما المود مال سعود كوف نبي كوسو ما كنا فراي هذا ديدي سو معارض بردوبان إجماع باسنا ميشي يالو أه مسلمين تو أركتو دودا ها نوال بينو قونار كلا ما شردي بركود أركتو دودا إنو غفلان بركة لكفلا إجماع قونا واسو قليا دلالة سنو ظاهر ما دلالة محوطو صاية هكذا أمرنا نبو محو كفر موحو كفر إن المعاوية حلق دقيسن موحو كفر ريشام إن أن تغلو دهن إيش محوك فرنا ابن عباسو هي لما يقال
waxa ugu dhow in la yiraado marka saxaabiga loo insaafo wa xabr hada umma weeye ha bariqan waxa in la yiraado hadii laba balad aragtidu ay kala horeyso warna aan la iska haynin reen uruga waxa arkeen bishii sabti ba arkeen reer gaarisana waxa arkeen jumca matalan warna iska ma hayaa idaa cad ma jirto حتى FM لما هي تلفون مجرى برت بشو سير دمانيس يود رجال صلوا أبو تامش حول أنا وحمن صن هي جمعيه بن صن وأنا أرقني ده صار أنا قلنا هيد الودان هاي صرت أنا أرقني بشنو واجب واجب الله واتني سيدي الله يتطوع رمضان بالله مري مركن وكله نول بهكو سعده تيس هوا ط وحن كان هاي نحديك واحتمال كرو مجرو هذا أركتو إيش ويدارتو ورنا اللي إسكه هينين حيل الدنبور رمضان فورسنا ورك الله هلو نقول بتيس هوا طو هالمر ما يفشل ما يزا هدي رمضان كان لا تني سديت أول نقطة أو بيشو سوب بدو تومنتو إن هذا ما يخلى سال قلاين إيش وإجماع المسلمين أي واحد بدادي قليه الرئيس ما كيصدون صومان إنه قونا لباتين السجال عن صن مركز لسكو هاي استخلاف كتاعين مالك ما الله سوق لين مركز خلاف كتيرة لكن أنا كأرك تهريني بوحنا قدر ما لباتين السجال رمضان أظورة مركز لباتين استديت مريض يبي شالك سو استكتي شوال عيد هاي مهديين نروي وادو تكد عضي ركبة صن كوا جيب وتقرنا يساوي وادوي هلا عندي إذن إن حالة دالو وحن بارم هذه الواقع الخاصة واقع هذا خاص كي معين هذا إن لو وحن بارم موين ميل كلو أحدك لو وحن باري كرم تشرو إذن معنى هاي نفان دين بيلاتا وذا دو حيدة حوجي ذا كريبو نين كليجي باتو مخراتي فوري مخراتي كليجي فوري باتا هذا مرقى هذا قبطانا وحكل لازمية إيران كو أفرو هل مخراتي هل روح مخراتي أن كو أفرو بش رمضان لبش شاتي عدل بال الربا ولقو صوما مخراتي واحدة لكن لقو ما أفرو وحان لبكا هين كما هو النساب الشهادات في الأبواب الأخرى من هالقاسي لمرين وتأويل قنفة تأويل قنفة قضية داس أحمد صدو يجيبا قروح سنوعو الحديث كان وركي سمع دي لا أذهب إليه إذن الدعوة عام من الدليل هذا ما فانتي الدعوة عام من الدليل حديثك قريب حوط صي حالات خاصة لببلت واستضمري حق النورة نسكهلين وركنا الله لي في آخر رمضان يحدثك كالله إياه إن لا إسكب بقاطة يستمر كورو الإسكي هذا بلد والبشولية هاي أركتديسة ودليل عام ودعوة عامة وشيء شاط شيء كتير كذك تحكم عامة هواش إنه حي هاي حالات خاصة والأصل اعتبار الأوصاف الواردة في محل النص قاعدة إجماعية في الأصول مركات حلو يمنات أتحقيقين إذا أما تنقيحين إذا وحال جربا وصف والباء يتلمان والباء مش كوسو أرورتي وين تحجليسه مع صاروري هي شامي هي مدينة إسخلافة ويعرفتوا كله الرئيسي مع صاروري إن أنا رأيت ذا الهيلون اللوغانين إلا في نهاية رمضان إذن قد يدى سمرك أيضا وإلا اعتبار والأصل واعتبار الأوصاف الواردة في محل النص لمن إلغين كرو وصفك كسر محل النص إلا بدليل أنت مرك إنه قد تقنو مثل هذا اختلاف المطالع بين دمان فايند ولكن هل وحير بان ربعين إن دول مرو ومهم جدا ضد بضم بين إسكاخر دانتا أصل وحاوي مسلمين تإن لم يديو في الصوم والإفطار والحج يو عاشوراء يعرف هذا مواسم تامسمنت اللي قم بدأ أصلا اختلافكم هو ناكسنو انت مسمنت اللي سكيني كرو حسا وشرعا اللي سكينا وناكسن
مركة توحيد المسلمين في الصوم والإفطار ومسألة أساسية صدرت ذاركي سيدنا النبي وإنه كو أفورها يي أركتني من رمية وإسلام قدوب إسكو عسوبي هاي وهذا لو يدين مسلمياته بلا شهادة لليه المسلمين تنبي كو أفوري كون السوبي تاسع أصلا حديث كان مركة فهم كيسو ترمذي أسوق وحيي لسدع وشيغي علماء قلت لهم بولي إن بلد والرؤية قونا عليها رقا ترمذي أغار فرالو من اختلاف العلماء وحيدهن ترمذي وحوشيغ وخطأ والعكس هو الصحيح إن منذر في الإشراف هو أكثر الفقهاء فقهاء المسلمين بضن قد وحيق بان هذه بلد لغا أرك بيش رمضان أما بيش شوال لغا أركو بلد والبو مسلمين تكمل واجب يقطها إن عرقتها قصة وما نكون أفراد وهذا هو الصواب ومذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والليث حديث أبي كريب أئمة الأربعة مقبات أحمد وكيد ما مالك نساس وكت جاي مالك حوق قبا أبي حنيفة قبا الحنفية والمالكية والحنابلة قولا واحدا إيو وجه الشافعي وجه عند الشافعية بغون عن نص الشافعي كسو قوريي القاضي أبو طيب الطابري يا أبو المحسن الرويانا يدهين وظاهر المذهب وبه قال جميع أصحابنا بجلاله وهم حي هدي بشا لقاء أركب بلد من بلاد المسلمين رويلا أيضا تلزم جميع البلاد الإسلامية تلزم جميع البلاد الإسلامية لأن المسلمين توا شيء واحد وحن شارع قيب وإن لم يتاء قد يضع مركا يان لغو خلدام رقير باقبا مذهب ابن كريب حديث كرو رقير قاسم وحلق سوكوريا عكرمة إيا سالم إيا إسحاب نراهوي ترمذ حكاية سنة وحكاية مغلوطة وهم باكتشرة وهم باكتشرة هذا حوفة في إسنوي في كتاب المهمات وكذلك أبو زرعة العراقي في طرح التطريب حابتكم أنت بسوق خلاصي أو شو تكفرين كرتان رسالة مهم جدا ناجرتا وأوقر وذاتك أحمد صديق الغماري توجيه الأنظار في وجوب توحيد المسلمين في الصوم والإفطار أخري بقول إلحتم بيجوي ورسالة قيمة لم يؤلف مثلها في هذا الباب على هنات في الغماري أقولها كلام كوهي سنة هيدا بيس لكن مسألة قد حقق فأحسن وأجاد أخريا مهم جدا هوي مسألة ما كان ربنا برجوحه هوي قل يا حرطة أمامك مسائل كي مادان لبا على اسكو خلدا لبا على اسكو خلدا اختلاف المطالع وغروب كيو شروق اللوغج قرح صوب بحيد يدعي دا لقوضه أولا إذا دا وقت خاصة وقت خاص يا وقت عام أجره مركز سكولات كأخر سن جرتين والذين برأي الجغرافية يا هولها صينيس كان وحالذين قيبين جري وحلى يادو خطوط الطول هي خطوط العرض بالليل هذا أف صومالي كان دك يلول بان لك الأورن جري واغانو آهي ورقوات فانتي لول إيو ديغو كوا سيدا أتاغن خطوط الطول عربت إلى هذا أنا وحاولنا قلنا دقوه دقو كون قطبا خط العرض اللي هذا وحال هذا لول بان لي هذا قريه الرمي كما قال ديسا يا نقاب قال ديسا دق بعد كان لقى قبان حقه كلي قطنسن كوا لقو ضد كوا مرتدي ضد بان بالول كان لي هذا وركم يد فانتي اسبدل كلا دون أنشها صلاها وقت جوزه قرح صوب بحده لعده زوالك ازدوان مراي وحي كحرين اسبدلك خطك كل ببلدك او دعايب عرضك لولك خط العرض وي ليمنك يرك قذبا وحي اسكو اللين واسكو وقت الصلاة والصلاة ظهر عصر مغرب واسكو ميت هدي انه خط كان انا دعنا دون كادع دوان كادوان وقت وحلوغ الوقت الخاص بالليل هذا إنه ظهر كان وحوق لمتنا لحساء إيوه لباطن إيوه سيديد مصوصنا دوو قال إيوه قالها ريقارس ومن أقوه الرئيان بقى إسكو خطكم أنه الله
خذوا الطول لا خذوا العرض ما ربع عفوا خذوا العرض واسكم النار لكن كالطول كواو ذاقنا اسبدل كزمن كي يحلق كحرن قرح دعيدة يصاب حدة يزوال كحرن خطوطا قدبان لول كلي كحرن مدى يدا وقت كحرن وقت خاص على إذا هذا واسبدلي ولك الهرمري مدنا وحالي الوقت العام وقت عام وقت عام كاسم بدله تصالة قابا نين نوروبي تشوغا وحكونا دري مالك الجمعة إنو صومه وداد مقدشو تشوغا وحكونا دري إنو الجمعة صومه نين تشوغا نيويورك وحسنا وحكونا دري إنو الجمعة صومه نين مكة تشوغا تشينا مت تشوغا طبعا نينو كيبا تشوغا دونك عرف كيس وعيدا دين إلا وحنقول لأن الجمعة ندر صومه نمان كاس هل مالي بيسوميا كل قد أيوة كل دوين تاي صلاة هذي كل دوين مطالع ذي في الغروب والشروق في الطلوع وقت خاص كل دوين لكن الوقت العام اليوم اليوم يوم الجمعة نول بميش وجو يوم الجمعة وياه ماذا فانت يوم السبت أدونك هالمالين وي أدونك أردن يوم السبت وهالمالين يوم الاثنين ها هدونك هو هالمالين لكن ظهرك هدونك هالحلي معها صبح هالحلي معها أوقاتا اسبدل يسيس خلاف يسومد أكلد والوقت الخاص كحرا خطوط قدبا أما اللولك كحرا اسخلاف كذا وحي اسكو اللينا واسكو وقتي وقتي خاص كا وحي كلا اللينا أنا وكل دويهين لكن مالينك ووقت عام ولا وذاك حلو مالك كوجلي أنكر هرين هولي تعلمه أنت قيقه الرئيس أنا لح ساعة قيقه الرئيس ولا قيابة لكن محاولة صني يوم الجمعة مع إنه وضع قلي يوم السبت كذلك الشهر بيش أدونك وهل بال بيش أدونك وهل بالوي هل مر بيصاب حدا سنتك وهل سنتك بيش مالك وحلوقا الوقت العام لا يتبدل ولا يختلف تأجوا أدونك هالمر بوقلا القرح الحلي يكسو جاري أما أنا هبين يجلي أو كحرن خطوط الطول عفوا خطوط العرض كحرن أو وقت الخاص كحرن بس بدلية بشو مالك إن ثاني رو بيربرق وقصوا بدونك وقصوا بحري وحكل دوين تكلية نور بحلي وأركاي أما وجا ولقوا الماي مركة تأجوا هذا صادرت بيش أركت بيش على شديد وكم حدنا اختلاف المطالع شق الكملة وكل يوم وكالسنة وكالشهر وي نمن كلا هذه صلاة وقت قد أوقع قياس قات بيش هي سنة كأوقع قياس قات ونمن أنفان سنين علم علم الهيئة والفلك اللي هذا ناط سينس كتيران قيبة كم ده ونمن أنفان خطوط الطول فرق أود حييه خطوط العرض وحيث بدلها يا الوقت الخاص حلق الزوال كواكل الدنيا حلق الشروق كواكل الدنيا لكن بشو وهل بل أما صدم بين نغن أما لا تنسى قلب الدنيا كنا كنغن محاكو قرن محاكو مكرنا الزوال كو مربو داهي مربو حلق الدور كو ديران مربو قاواني فجركم مربو يراني مرسى عضو النقواني هولها بيل شغلكم ولا يوضا أما واصدهم أما الله تنسل أدونك أنا هالمر بيوك ليس محايا إلي حوارها الضيحو وحكد ليريا مدق الرحضة كن جيربو كبدايا لباتني سيدية دم منزل يقرحوا السنة ككو قويس صدح بقول لحنا يدور أي كو قويس ضيحو لباتني سيدية همين بكو قوينيا حق الصعود كضيح يقرح يا ديريا قرح ضيح ديريا حواره وحكم الصعود إله انقياسك سبحانه وتعالى منازل شاء الله باتني سديد الليل هذا ضيح قرح وحكم قيسا سنة لبيه الطمين بلو بكم قيسا ضيح وحكم مرهيا بيل قدهيت لباتني سديد هبين بكم مرهيا لبنا ودبانيا وسبب أمامر بدبانيا دبشادونا وامرخو كبيك مضيحي كبيك من قرحضه ونور كيسي وحباب بيناي شعاع حق بينا قرحة لقها هي مركو كفة قادة وكعررنا افتين كيسي والله صبحها هي
وركان هذا فانتين ما ربا اختلاف المطالع ومحي نما فهم مسألة دي وريريسا وايسكي خصنت هاي وقتها خاصة هي وقتها عام كاه الدونك حتى اسكو سند من ينده اسكو بيل من ينده اسكو مال من ينده قال مبدا بنت وشيغيسان اسكا الالي هاوشان سياسات ومد الغل قوي اسكا الالي مسلمين تو عرف كادون كان نينك بشا اركا الوكل سوني هاي ادون كعرف كيسا راس عصير حقنا محاوس الري معوف اكبر يا كالي يا متقشر مياه مثل استراليا نروح حق هلاات استراليا حق قلبيت كان الاسكي على دامير ومدح كنت كفرديو وعاص دون ومسلمين تو اسكم قايبين تن سياسه دو مدك داي سالكو ما دسم دليل ما لها ابن عبد البر و حسو غوريي اجماع ليرادو واجماعه فيها واجماعاته فيها نظر عند اهل العلم وحذر الناصحون من اجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن الرشد كاخرية كتاب مقري القواعد في الفقه المالكي ارض ابن قيم ابو عبد الله المقري نعفي غيره كجرى ولادك المقري ابن قيم بوغي مقيمنا ما يشوف كان واتقرنيس إذن أيضا سيدة توحيد البلاد آدي آدو كلفق أو حسك قدنا جنين سيدة مدينة يا أندلس بوري اسكو أركتمها إجماعا محوك الدولة هيا إجماع مستند كوا محايا اللي اسمه مقلها يبا ري أندلس نينكي آل أمور كسوق هذا وحصوص عني شم بلوت صدح بلوت بوصوق قرما مكان رمضان اللي سيزوك قارها يبا وحكاها اللي بعدك حق خبر كهلي ديس لك أدونك هذا الحين وضي قرية واحدة لايف باكو دارا إسلام تاري عروت تاري صاحب الله هذا طاوان إزوايا وهذا أفرها يا ما فرديا ورك ملك استو يا الله وحنا مسخرة إلهي نسي أم كأن تاجنه كل بلاد البعيدة ما بعيدة قركب الإسكيت تاجي يا إيش ما ضح بالإسكيت تاجي مركب وش إسكيت إلهي أدونك بشو وهالبل مالك وهل مالين سنتكن وهل سنت وحيس ويدارن يستضاف يلا اعتبارا حكم ولو وريقي ووقت خاص كا يا طلوع يا شروق يا زوالك وكل هرمري اما شهرك هل مر بو سنتك قلا بشو هل مر بيتمادا سنتك هل مر بيمادا سيدا سوي وكان يد فانتن بيلتا ففاين تنهبين تمايون نقطه الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير